الأزهر. البحارة تحتز. واش قلت لي؟ شو البحريه دول اسفي؟ شو قال لي اخويا؟ شو البحريه دول اسفي؟ وكاينش يشدوا الحق بغاو الصندوق قدام ديال الصندوق ديال سيدنا الله ينصر سيدنا والبحريه خارجين وفي غاديين دابا ان شاء الله غادي العماله ان شاء الله غادي العماله اما يخرجوا العماله وزاره الصيد شدت لنا حقنا الرئاس ما كاينينش كلشي في هاد المحنه كلشي غابر وبغينا حق ديالنا وبغينا الصندوق ديالنا تاع ندير سيدنا الله ينصرو البحريه ضايعين كاين عنده 9 نفوس كاين اللي عنده 7 وبغينا هاد دقيقه وبغينا هاد الزيت ما بغينا والو راه طوموبيلات لا تيسير لا والو عاش الملك عاش الملك عاش الملك ما بغينا والو عاش الملك ماشي بحريد ولا اسفك شي التاريخ ديال اسفك شي التاريخ ديال اسفك شوف كي ولا شوف دين تاسفك كي ولا الاولى للرياض الاولى للرياض وتحيه للبحاره من الشمال الرياض الرياض نقابه الشفاره عاش الملك لوحه خويا لوحه على اللوحه على اللوحه اسي هذا الفيشه على اللوحه ولا نكذب عليكم عاش الملك تحية للجلالة الله ينصرك لينا الله يطول عمرك سمعتينا تاع الجلالة الله ينصرك الله يطول عمرك كلشي طلع من هنا طلع من هنا طلع من هنا الفضيحة ديال الجلالة هاي راه تبرشات لوبية الباتات راه خدتو دوك الناس اللي كيديروا الكونترول في ميناء عذابي راه خدتهم كاملين يمشيو للحج شواد الناس واش كتخدم بابور شواد الناس واش كتدخل للبحر بلا كونترول راه هاد الناس اللي كيتحمل المسؤوليه ديالهم هما المندوبيه ديال الصيد البحري